السلام عليكم السلام عليكم سيده الوزيره سلام لاباس سيده الوزيره لم يبط هي انا مع قناه شوف تي اه سلام لاباس المغاربه كلهم كيسولوا كيقول لك على ان الوزيره ما كتقونش اللغه الدارجه اش كتردي عليهم واش انا ما غنهضرش العربيه راه تنسكن في المغرب كيفاش يمكن لك تسكن في المغرب وما تهضرش العربيه انا راه بنت الدار البيضاء دا. ومشيت للمدرسه المغربيه وراه دوزت البكالوريا المغربيه اذا معلوم تنهضر بالعربيه باش بغيتيني نهضر باش كتردي على المنتقدين ديالك ما عندي ما نقول تنقول انا مغربيه صافي كنهضر العربيه وكنبغي بلادي وصافي هادشي اللي عندي ما نقول واخا السيده الوزيره باش نردوا على هاد الناس هادو كيفاش غدوزي رمضان ديالك رمضان شهر القران شهر العباده وان شاء الله يدخلوا على الشعب المغربي وعلى الامه الاسلاميه بالامن والامان ومزيد من التقدم شكرا شكرا, لك. شكرا.